بهذا الفيديو أماكن تستحق الزيارة بمدريد. ساحة بلازا دي مايور اللي موجودة داخل مدريد، وهاي الساحة للأمانة كلش جميلة وحلوة، تستحق أن الواحد يزورها. أما المكان الآخر اللي هو هذا سوق الشعب اللي أمامنا اللي اسمه مرقادة دي ساقيل أو هيك شيء، راح أحط لكم الاسم لي جوه. كذلك بيه أكل شعبي إسباني مثل عصائر ومعجنات وهاي الأشياء، الواحد يجي هنا ويجرب الأكل الإسباني. أما المكان الآخر اللي هو قصر ملك إسبانيا، طبعا الحلو انه اغلب الاماكن هنا صايره يعني جنب بعضها. الامامنا اللي هو اسمه تيمبلو دي ديموند اللي هو عباره عن اثار مصريه انتقلت من مصر الى اسبانيا، بالاضافه الى الاطلاله منها شيء خرافي على مدريد. اما المكان الاخر اللي احنا به حاليا هو اسمه جران فيا، هو عباره عن شارع تجاري يعني به محلات تجاريه لجميع الاشياء اللي انت تريد تشتريها، فكذلك هاي من الاماكن اللي انصح انه الواحد يجي